إذا بدينا بالأسامشنز راح ناخذها بالموديل، هذا مهم جدا. ليش مهم أكون كاتب هاي الأسامشنز تبعت الموديل تبعي؟ عشان يطلع معك سيميوليشن صح. تمام ممتاز. واللي بده يجي يطلع على الموديل تبعك ايش بهمه يعرف، بقول لك ايش الاسامبشنز اللي انت اخذتها، فبقدر يعرف يفهم الموديل تبعك. تمام، مهمه الاسامبشنز هون. فاحنا هون اخذنا بعين الاعتبار خمس اسامبشنز. احنا قلنا هون انتقال الحراره راح يكون من الداخل الى الخارج. طبعا الحراره اللي مخزنه بالداخل في ايش مخزن؟ اتفقنا في الهواء. وين مخزن الحراره الداخليه؟ في الهواء. في الهواء. وهاي راح تطلع للخارج، راح تطلع على الامبيانت، يعني كاني بخسرها من هون. وحكينا هاي المساحه، لكن حكينا في شغلتين من واحد وخمسه بدنا نكمل الملاحظه الثانيه. سته انا في عندي زي ما بحكي في الكهرباء، في الهندسه الكهربائيه، هاي كانها مقاومه مش هيك؟ الكرنت اللي بيمشي في هاي المقاومه مع ايش بتناسب؟ ممتاز، مع الفولتج. اذا عندي هون بين هاي النقطة وهاي النقطة في عندي فولتج مش هيك؟ وعندنا هون مقاومة، وقلنا الكرنت اللي بمر في هاي المقاومة اي ايش بيساوي؟ بلاش دلتا في، في على ار مش هيك؟ هذا ايش اسمه القانون؟ اومز لو مش هيك؟ اومز لو بقول انه في عندي شيء عماله بقاوم مرور الكرنت، لكن انا بقدر ازيد مرور الكرنت بين النقطه هاي والنقطه هاي باني يا اما بقلل ار يا اما بزيد في، مش هيك؟ شو التشابه اللي عندنا هون؟ الحراره بين الخارج. ممتاز، تمام. اذا التشابه نفسه عندي هون، في عندي هون انسوليتر او كوندكتر، اذا بدك تسميه كوندكتر او انسوليتر، هذا له ار ثيرمال، تمام؟ يعني هذا ممكن لوح بوليستيرين او حائط. وهون عندي تي هاي وهون عندي تي لو، كانها هاي داخل المنزل وهاي خارج المنزل. ايش راح يبدا يصير؟ ما دام في تي، اذا تي اتش اعلى من تي ال زي ما كانت في هون اعلى من في هون، راح يصير في مرور. ايش المرور راح يصير؟ راح يصير في مرور لحراره، وهذا المرور للحرارة راح يكون جولز بير سكند، انتقال الحرارة. فالحرارة راح تصير تنتقل من خارج، من داخل المنزل إلى خارج المنزل. راح يصير هون هذه راح تكون بالباور فلو، وراح يصير عندي الباور فلو أو الهيت فلو راح يكون يساوي جولز بير سكند، وراح يتناسب مع تي هاي ماينس تي لو على R. شايفين التشابه بين هاي المعادلة وهاي المعادلة؟ هذا كأنه فلو هو عبارة عن جولز بير سكند، هذا كان كرنت، شو وحدة الكرنت؟ أمبير. أمبير، والأمبير هي نفسها ايش؟ كولومز بير سكند. هاي هون I هي كولومز بير سكند. فكأنه عدد الكولوم ايش؟ وحدة ايش الكولوم؟ شحنة، فكأنه شحنة بير سكند عمالها بتمر في هاي المقاومة، وهون نفس الشيء عندي جولز بير سكند عم بتمر من هذا الحائط. بس هاي بتزيد كل ما زاد الفرق ما بين درجة الحرارة الداخلية والخارجية. لو تساوت درجة حرارة البيت الداخلية مع درجة حرارة الخارج، هل في عندي خسارة؟ ما في خسارة، مش هيك؟ بس أنا بردان، أوكي؟ ما استفدنا. يعني درجة الحرارة برا 12 وأنا درجة حرارة في البيت 12، ما في خسارة، وأنا فيري إفيشنت مش هيك؟ وتكلفتي صفر، بس أنا بردان. ايش بدي ارفعها لقديش مثلا؟ 18، قديش ضلت درجة الحرارة برا؟ 12، قديش في فرق؟ 6 درجات، الست درجات هذول رح يسببوا الحرارة تبدا تطلع لبرا. قد ما حاولت اني اعزل هذا المنزل رح يصير في خسارة، بس كل ما عزلته أكثر شو بيصير؟ وين العزل الأحسن هذا رح وين رح يبين؟ في ار ثيرمال، أوكي؟ ار ثيرمال. واضحة هاي النقطة؟ إذا هون هيت فلو أو هيت لوس إذا بدك تسميه is proportional to the temperature difference. Between inside and outside.
بس inversely proportional لإيش؟ هذا الفلو inversely proportional لمين؟ resistance. للresistance تمام. إذا أنا إذا بدي أخفف الخسارة شو لازم أعمل في الresistance؟ بدي أرفعها مش هيك؟ كيف بزيد resistance تبعت الحائط؟ يا إما thickness يا إما material. أوكي تمام؟ إذا and R thermal كيف بزيد ها؟ بتزيد مع الوول ثيكنس مظبوط؟ ومع طبيعة الماتيريال، شو في ماتيريالز إلها good thermal insulation؟ glass 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 ما بعرف إذا كانها جيدة هاي، أنا مش متأكد مش متأكد من الجلاس، بس في مواد واضحة، إيش المواد الواضحة اللي بتعطيني عزل كويس؟ في زي اللي بتهنوش زيت إذا شفت يدهن بها بالسكريات عشان العزل ممكن ممكن انا ما مش متاكد بس صوف. في مواد واضحه الصوف الصخري. الصوف الصخري تمام ممتاز. اذا روك وول مثلا وبعدين عندي هون ماتيريال مثلا روك وول الصوف الصخري بيعزل بشكل جيد. بوليستيرين تعرفوا شو البوليستيرين؟ بحطوه بالعزل تاع الابنيه مرات بيستعملوه حتى صحارات البوكسات الفواكه والخضره عمكم شفتوا الابيض الماده البيضاء هاي اللي بتتفتفت هذا جود انسوليتر. الخشب ايش كمان؟ مطاط المطاط ربر اوكي فلين يمكن يعني هذه اشياء مختلفه هاي المواد اللي ممكن نستعملها تعطيني جود انسوليشن والثيكنس فاذا زدت الثيكنس هو طيب الهواء تمام الهواء عزل جيد صحيح بس مشكله الهواء ما بدك اياه يصير يتحرك ويعمل كونفكشن